هاي يا جماعة، عامليني وحشتوني جدا جدا جدا. هل تصدقوا ان عنوان الفيديو ده صح؟ ان في منتجات لسه تحت الخمسين جنيه؟ هقولكوا ايه بامانة، جمعتلكم بارح، بصوا يعني عصرت دماغ كده لحد فعلا لقيتلكوا شوية منتجات تحت الخمسين جنيه وتحفة، كلها تحفة وكلها منتجات مصرية وجودتها حرفيا عالية. فانتوا طبعا الفيديو ده الاخر، ومش طالبه منكم حاجه غير ان انت تنزلي تعملي لايك وتشيري الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا، او حد عايز يشتري حاجه تحت ال 50 جنيه. ولو انت جديده اشتركي في القناه ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. هتقولوا يا سندي انت لحقتي؟ هقول لكم اه، من مره انا استعملته مره واحده ونتيجته تحفه. عارفين يعني ايه تحفه؟ كل ده ب 37 جنيه وبس. انتوا متخيلين ب 37 جنيه من اي سوبر ماركت كبير بيبيع الحاجات دي، زي مثلا اوكازيون او هايبر كبير في قسم المنتجات دي هتلاقوه برضو بسعر اقل من المحلات اللي بره. فحب اقول لكم ان الحمام كريم ده انا جربته اول امبارح على الشعر وحرفيا تحفه، بيرطب وكمان بيسلك الشعر حلو جدا. فاحب اقول لك وارشح لك المنتج العظيم ده وب 37 جنيه، الو ايفا بالصبار الحمام كريم، تحفه. بصوا في كل حاجه وبيرطب وبيعمل كل حاجه، فانصح بيه لاي حد شعره جاف او اي حد شعره بيتشابك بسرعه زي حالاتي. اكتشفت بقى ان لوريال عامله ايه، 3 احجام 200 مللي و400 مللي و600 مللي. 100 مللي بحوالي اقل من ال100 جنيه، العلبه الواحده اقل من 100 جنيه، لكن ال200 مللي اقل من ال50 جنيه، انتوا متخيلين؟ فاللاين ده تحفه، بيرطب الشعر والشامبو بينظف فروه حلو جدا وبيخليها مترطبه، ومن احلى الحاجات بصراحه اللي انا جربتها البلسم. بصوا بنسيبه بالظبط 5 دقايق على الشعر، على الشعر نفسه مش على الفروه، تحفه، بيرطب بيسلك بيعمل كل حاجه، وحرفيا احلى لاين انا جربته بتاع الهيلورونيك اسيد. عم اعتقد مبقاش حد يتكلم عن مايوي كتير، بس احب اقول لكم ان ده احلى حاجه في مايوي. هتقولوا لي يا سندي ده مايوي وحشه ورخيصه، مش رخيصه بس فيها حاجات حلوه. ده رخيص وريحته حلوه بالجوز الهند، وفي منه اصلا روائح تانية، بس انا بصراحه حبيت جوز الهند. حجمه كبير جدا، حجمه 1000 مللي واقل من ال 50 جنيه. يعني انتوا متخيلين في حاليا يعني في الزمن ده تلاقي شاور جيل بالحجم ده واقل من 50 جنيه؟ مش هتلاقي، هو في مايوي بس. فارشحه لاي حد عايز يجيب شاور جيل ويجربه اقل من 50 جنيه، ولو عيلتك استخدمته صدقيني مش هيخلص لان هو حجمه كبير جدا، ونقطه منه كمان بترغي وبيسيب الجسم مترطب. تاني شاور جيل معانا وهو الشاور جيل بتاع ايفون من كير. اللاين ده حلو جدا بكل انواعه، انا بحب قوي الشاور جيل بتاعه وبحب الهاند كريم بتاعه، حلو قوي، بيرطب او بيرطب نقطه منه بترغي، وبجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها. الشاور كريم بتاع ايفا انا عايزه اقول لكم هو ايه التحفه ده، لا بجد هو ايه التحفه ده. انا عمري ما حاجه رطبت جسمي، انا بستخدم منتجات كتير جدا لترطيب الجسم لان انا جسمي جاف قوي 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 قوي، ده عمل كل حاجه وسعره 50 او 45 او لو زاد قوي بيبقى بحاجه و50، لكن لو هتجيبيه من على جوميا وعلى نون يبقى سعره هيبقى عالي قوي، هيبقى بحاجه و70 او حاجه و80. فيفضل ان انت تجيبيه من اي محل مره واحده، مرطب جسمي، مخليه ناعم، مخليه كده اللي هو الترطيب موجود فيه، الترطيب مراحش. فبجد ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها، احلى وارخص بادي لوشن مفيهوش روايح ومفيهوش اي حاجه ومش بيخلي الجسم يلتهب، هو البادي لوشن بتاع جلايسولين. الحجم ده اقل من ال 50 جنيه، هتلاقيه بحوالي حاجه و30 حاجه و40، هتلاقيه في الحدود دي. في منه بقى الحجم الكبير خالص ده تقريبا تحت ال 100 جنيه، لكن انا جبت الحجم ده عشان اجربه بجد، هو طلع تحفه، بيرطب حلو جدا، خالي من الروائح ومن الكحولات ومن اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه. واكتشفت تاني ان هو فيه كذا ريحه، بس ده مكتوب عليه للبشره الحساسه وهو ما فيهوش اصلا اي روايح. عايزه شيفنج حلوه وسعرها رخيص، هي دي بتاع افوفا او افوفا، السويت بتاع افوفا اللي طلع وانتشر ده في يوم من الايام، هم عملوا منه شيفنج فيها حته من فوق كده بالصبار بترطب، وكان عرض الاربعه ومعاه واحده هديه، هم يعني خمس شفرات بكام؟ بسعر 30 جنيه بس. انتوا شايفين بجد التحفة؟ يعني دي فيها خمس شفرات هتقعد معاكي كتير قوي، والشفرة الواحدة انا بستخدمها كذا مرة مش برميها من مرة،
يعني اول ما احس ان الموز بتاعها بدا اللي هو يتلم بروح رمياها، لكن غير كده انا مش برميها. فهي بجد دي تحفه وفيها 5 شفرات ب 30 جنيه بس. عاوزه حاجه تعمل تقشير وتطلع الجلد الميت بدل الليفه المغربيه، هاتي دي. دي سعرها كنت جايباها قبل ما الدولار يرفع قوي كده كانت ب 35 جنيه، حاليا هتلاقيها ب 45 جنيه او بكتير او تبقى ب 50 جنيه. دي الاسفنجه الكوري اللي هي بتقشر الجسم بدل الليفه المغربيه دي. او هي بص هي حاليا ناشفه بس اول ما بتيجي على الميه بتبقى طريه جدا، وبتعملي كده بتطلع كل الجلد الميت. اولا انا بفضل دي عن الليفه المغربيه لان الليفه المغربيه خشنه شويه وبتحس ان هي ممكن تعور، لكن دي بتبقى ناعمه وبتبقى حلوه جدا. عايزه مزيل مكياج سعره ب 45 جنيه او 50 جنيه بالكتير، المزيل مكياج بتاع جارني الحجم ده هيقعد معاكي كتير جدا، مش تستخدمي منه بس كميه صغيره فبجد هيقعد معاكي وهو حلو جدا ومن احلى الحاجات اللي انا جربتها. طبعا انا عينيا حساسه، انا بس لما جربته وجبته على عيني ما عمليش اي التهابات ولا اي حاجه، فبجد انصح بيه لاي حد حابب يجرب او عايز يجيب مزيل مكياج حلو جدا. جيت اقول لكم لو انتم مش عايزين تجيبوا اي بودي لوشن وعايزين حاجه ارخص بحوالي ب 20 جنيه، هاتوا ده البيبي اويل بتاع جونسون، بيرطب بيسيب الجسم هايدريشن جدا، فبجد انصح بيه لاي حد برضو جسمه جاف. فسعره حوالي ب 25 جنيه، والحجم الكبير ب 50 جنيه. عايزه مزيل عرق يكون حلو، هاتي مزيل عرق بتاع دوف سعره 45 جنيه. بامانه سعره ب 45 جنيه. احسن الحاجات اللي انا جربتها واتاكدوا ان هو الاوريجينال بيبقى عليه الكود بتاعه هنا، ده بجوز الهند، في منه لوائح كتير جدا بس انا عجبني بجوز الهند، مش بيخلي المنطقه تسمر ولا بيخليها تلتهب، بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها. عايزه هاند كريم يرطب ايدك ويرطب حوالين الضوافر، هم دول الهاند كريم بتاع لونا والهاند كريم بتاع كير من ايفون، احلى الحاجات اللي انا جربتها. ده سعره كان ب 25 جنيه ولو زاد هيبقى ب 30 جنيه، وده سعره ب 45 جنيه او 40 جنيه في الحدود دي، سعرهم مش هيتعدى ال 50 جنيه. ومن احلى الحاجات اللي هي بترطب وقوامها حلو قوي، ده قوامه اتقل من ده قوامه خفيف والبشره بتتشربه بسرعه، اما ده قوامه تقيل عشان بيرطب حوالين الضوافر حلو جدا، وينفع كمان للركب والاكواع المناطق شديده الجفاف، فده احلى حاجه. لو انت الميزانيه بايظه قوي معاكي فاحنا ممكن نجيب برفانات بسعرها 35 جنيه وحلوه. هما دول برفانه سي وبرفانه سكاندل، دول تحفه، ولاي عروسه بتجهز ممكن تقدري تجيبي السايز ده عشان تجربي روائحهم حلوه، لان هم فيهم منهم اصلا احجام كبيره. فحب اقولك ان هم حلوين جدا وريحتهم ثابته، بس بصراحه انا سي عجبتني وكان سعرها ب 35 ل 45 جنيه، وهكذا برضو بتاعه سكاندل، بس شكلهم الباكج بتاعهم حلو قوي وروائحهم ثابته، بس سي احلى في الروائح، يعني انا دي عجبتني اكتر. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، يارب تكونوا عجبكم وتكونوا اتبسطتوا، وخلصنا كده الفيديو، واسفة طبعا ان انا اتطولت. تنسوش بقى تتابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك عشان تشوفوا كل حاجة جديدة بنزلها، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.